عندكم ممكن فرحه باش تقولوا فرحه مزيان يلا صوروا كيما الفرحه يلا 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 تصوروا يلا شوفوا عاجيو عاجيو كان انتم تصوروا زيدوا زيدوا الصور زيدوا زيدوا يلا تصوروا يلا يلا زيدوا شامبيون خمسوا شامبيون شامبيون اولي 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 شامبيون شامبيون اولي 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 Ici, c'est Philippe, nous allons procéder à la remise de la campagne. Je vous demande à 50 endroits de faire d'abord le vote de M. Javert Ndiaye, de faire le vote de Benjamin et le vote des Poupins, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Je vous le dis. الله عليك وسلم واش هاد الدرجه هاد التورنوا اللي نظمتوها الجمعيه ديال ازاك ديال ازاك هذه فعلا بادره من بوادر حسنه لانه كيتكلفوا واحد الدوري لاجل الفئات الصغرى من المدارس ديال كره القدم اللي ولات دابا منتشره وفعلا ما تصورش هذا اليوم كيفاش داز لا من ناحيه النوعيه ديال الكره لا كاليتي دو جو ولا من ناحيه النظام ولا من ناحيه الملابس ولا من ناحيه حتى الاطار حتى لو كادر جميل وكلهم تقريبا راه كاين شي 240 لاعب صغير وجابوا الاباء ديالهم وامهاتهم يعني كنا في عرس وهذا الشيء ما كنشوفوه غير في الدول الراقيه والعالميه وثق بيا بانه هذه البوادر وهذه البراغم راه ان شاء الله البراعم غادي تعطي الاكله ديالها لانه شفنا شي لعابه صغيرين عندهم 10 سنين و11 عام ولكن يتقنون هذه اللعبه هذه اذا كاين امال بانه هذه الفئه الصغرى ولا بد ما يخلقوا نادي ميسي وخلقوا لنا رونالدو والى اخره شكرا لك السي جرير فاش تندار جد فاش تندار جد التورنوا اللي نظمتوها اليوم شنو يقول لك سي تون ريشيت اللي الصراحه شفنا بكم الهائل ديال الاطفال يعني 140 ديال الدراري 8 ديال الفروق يعني 16 فريق 240 داو النهار كله اللي هو عظيم فيها وهو كتقارن او كتجمع ما بين المناطق اللي نقولوا ما نقولوش المهمشه من المناطق اللي جاوا الاطفال كلهم هاد الاطفال كلهم كاين اللي جاي من الحي المحمدي كاين اللي كيجي من الدروه كاين اللي جاي من الكاف مثلا كاين اللي جاي من سيسي جاي من ميروفوت اللي ديال برشلونه يعني واحد العدد ديال الخليط جمعتوا جميع الفئات سواء الاحياء المهمشه هذا هو المهم اللي كان عندنا وهو تجمع هذوك الشباب كله جمع الدراري كله يعني في هذا الديكور هذا في الكاف وهذا سميتو مع انه غادي يكونوا كلهم غادي يكونوا عندهم ميدايات او عندهم اسميتو اذا ما كاينش فائز الفائز هو الفائز هو التجمع اللي قادر يلعبوا مع هادو تخطوا وصول هذا المهم عندنا نعم أجاكا أجاكا واحد الكلمة عافاك سي أجاكا أهلا وسهلا الكلمة الله يخليك كي داير بخير كيفاش استطعتوا أنكم تجمعوا هذا اللم الهائل ديال الأطفال الصغار رضات الوالدين هذه نعم النية الصالحة اللي كنطلبوا الله هو أن الناس تخدم في هذه الجمعية الناس عندهم القلب الكبير والحب كرة القدم وحب الأطفال الحمد لله انت شفتي 240 طفل تقريبا 300 فرق كاينه في هذا شفناهم من جميع الاحياء سواء احياء المهمشه واحياء الرقيقه اللي غريب الامر هو ان جبنا من الحي المحمدي وجبنا من السانديتش وجبنا من ميروفوت وجبنا من الكاف وجبنا من السلام وجبنا من دروا جمعتوا جميع الفئات ديال المجتمع يعني المغربي قدرنا عليه لان الميزانيه ديال هذا سمو شي شويه قاصحه ولكن الحمد لله تخلفنا بفضل سبونسور كاين اسطا كاين رحال كاين ميروفوت كاين سامبيش كاين راديو مارس تنشكرهم بصميم القلب والحمد لله
لله كنا تنتمنوا الشتاء اليوم ديال اليوم ما تسوش الحمد لله وصلنا بخير على خير. سي عزاك رئيس جمعيه الدار البيضاء عزاك صدقه صدقه الرياضه شكرا لك الله يحفظك شابتي لا اله الا الله اهلا وسهلا كيداير بخير كيفاش استطعتوا انكم تجمعوا هذا النم الهائل ديال هذا الشباب؟ مرحبا بكم خويا مرحبا بكم كلكم راه من السهل باش تجمع وليدات الناس سورتو في هذا المجمع الرياضي الحمد لله وزعما بلاستين اراده ديال الناس هذوك المسيرين ديال لازاك هما باش سمعنا هادشي وهادشي ما كانش وهذا كبير شفنا الاحمر ماشي بالسهل بانك لا نظم حنا سهل علينا هو واعر على كل شيء ولكن حنا سهل علينا حيت بالتجارب سورتو ملي كتخدم ان سيرتان بينيفولا كتولي عندك استعداد باش تخدم ماشي اللي كتقول لا خاصني كتكون كلشي اجور كنجتمعوا زعما مره في السيمانه باش وجدنا هادشي وكلشي قال الحمد لله دايز بخير على خير والحمد لله شكرا سعد الطيف كنت مع الماتش برو شكرا لك شكرا اخويا شكرا.